كشف المجلس الأعلى للقضاء عن أحدث إحصائيات المحاكم في مارس 2022، حيث بلغ عدد الدعاوى الجارية في جميع المحاكم 9947 دعوة. وقال المستشار عبد الله بن حسن البعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن ذلك يعد إنجازا كبيرا ورقما قياسيا، ولأول مرة في عدد الدعاوى الجارية في جميع درجات المحاكم. وأشار إلى أن المجلس يتابع شهريا مؤشرات الأداء التي تتضمن عدد الدعاوى الجديدة وعدد الدعاوى المحسومة والجارية لجميع درجات المحاكم، مؤكدا أن اعتماد قياس مؤشرات أداء المحاكم يسهم في الكشف عن الواقع القضائي وتقييم كل مرحلة ومدى تقدمها في الإجراءات القضائية من أجل تحسين الأداء القضائي. وأضاف أن هذه الإحصائية الجديدة تعد إحرازاً لتقدم المجلس الأعلى للقضاء وسعيه لتحقيق أهداف المبادرات التطويرية في العمل القضائي وتطلعات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.